المصير، شريط سينمائي للمخرج السينمائي المصري يوسف شاهين، بطولة نور الشريف، ليلى علوي، محمود حميدة، محمد منير. هي أفكار وأسرار عسكرية، الأفكار الإنسانية كلها، دولتنا بحالها اتبنت على فكرة. تشاهدون المصير على القناة الوطنية الثانية من خلال برنامج الحياة فيلم. عايز تحس إن مقامك عالي؟ يعمل شيء ينفع الناس. بطبيعة الحال كل فيلم تاريخي، وهذا فيلم تاريخي، ما هوش فيلم إعادة صنع التاريخ، معناتها استعادة التاريخ كما كان. الاختزال اللي عمله في الشخصية يخلينا نطرح برشا أسئلة، من خلال معنا في طريقة السرد في الكتابة الدرامية وكذا.